لو الانترنت ضعيف معاك وبيقطع كل شوية وعايز طريقة سهلة وبسيطة تحل بيها المشكلة دي، تابع الفيديو للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بيكم معانا في فيديو جديد من قناة عجم ستامبايل. النهاردة معانا فيديو جديد عن حل مشكلة تقطيع الانترنت المستمر. هنحله النهاردة بثلاث طرق، لو عملتهم هتحل معاك المشكلة دي. بس كده قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت مهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه عن افضل اطباقات الموبايل وحل مشاكل الموبايل وحل مشاكل الانترنت، انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان ما تفوتكش كل فيديوهاتنا الجاية، واعمل لايك للفيديو عشان بيشجعنا. ويلا بينا نبدأ. اول طريقة معانا اللي احنا ندخل على الضبط، وهندخل على ادارة التطبيق، وبعدين اعدادات التطبيق، وبعدين تروح على التطبيقات اللي بتستخدمها بالانترنت. يعني مثلا اللعبة دي لعبة مثلا بتشتغل بانترنت، فالاشعارات بتاعتها لو لقيتها متفعلة لازم تتأكد ان انت لغي التفعيل، عشان لما بيبعت لك اشعارات كتير من كذا تطبيق ده طبعا بيستهلك من الانترنت وبيخلي الانترنت يبقى بيقطع معاك وبطيء معاك. وهتروح تعمل كده كل التطبيقات اللي بتستخدمها بانترنت، بس طبعا تبعد مثلا عن التطبيقات المهمة زي الواتساب واليوتيوب والماسنجر. التطبيقات التانية بقى اللي انت مش عايز منها اشعارات وبتستخدم انترنت تدخل تلغي الاشعارات عليها. فدي كانت الطريقة الاولى معانا في فيديو النهاردة. هندخل على الطريقة التانية، وهي اللي انت هتدخل على متجر بلاي، وهتدخل على الاعدادات، وبعدين الاعدادات المفضلة للشبكة، ولازم تتأكد ان انت عامل عدم تحديث التطبيقات تلقائيا عشان انت تستخدم الموبايل بتاعك. لو انت مشغل التحديثات وعندك تطبيقات كتير، التحديثات بتنزل باستمرار على التطبيقات، فهيبدأ اللي هو يتحدث تلقائي وانت بتستخدم الموبايل، فالانترنت هيبقى بطيء معاك وهيقطع معاك. فانت بتعمل عدم تحديث تطبيقات تلقائيا، وبعدين انت بتشوف التطبيقات اللي انت عايز تحدثها، ومن خلال اللي انت تدخل على ادارة التطبيقات وبعدين ادارة وبعدين التحديثات المتاحة، وتبدأ اللي انت تحدث التطبيقات زي ما انت عايز. عشان كمان لو في تطبيقات مستخدمهاش ومش عايز تحدثها ما تحدثهاش. فدي كانت الطريقة التانية معانا في فيديو النهاردة. هندخل على الطريقة التالتة والاخيرة، وهي اللي انت هتدخل على الضبط، وبعدين هتدخل على النظام، وبعدين خيارات المطور، وهتنزل لتحت لحد ما تلاقي تقييد البحث عن شبكات واي فاي. لازم تتأكد ان انت فاتح الخيار ده ومفعله، عشان لو انت بتستخدم كذا شبكة في البيت او في المكان اللي انت قاعد فيه في كذا شبكة، هيقعد الانترنت يتنقل من الشبكة دي للشبكة دي، والانترنت مش هيبقى مستقر على موبايلك وهتقطع معاك. فاحسن حاجة ان انت تفعل الخيار ده، ولو عملت الثلاث طرق اللي انا قلتهم لك في فيديو النهاردة هتحل معاك مشكلة تقطيع الانترنت. ولو عندك اي مشاكل في بطارية موبايلك، شحن موبايلك بيخلص على طول وعايز حل برضو نهائي المشكلة دي، سيبلك في وصف الفيديو تحت فيديو لحل المشكلة دي. ولو استفدت اي حاجة من الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو. ولو انت مهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه عن افضل تطبيقات الموبايل وحل مشاكل الموبايل وحل مشاكل الانترنت، انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان ما تفوتكش كل فيديوهاتنا الجاية، واعمل لايك للفيديو عشان بيشجعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.